أهم الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم الرابع من أغسطس عام 1956، تشغيل أول مفاعل نووي في آسيا في ترومباي في الهند. عام 1995، كرواتيا تشن هجوماً لاستعادة جيب كراينا الذي كانت تسيطر عليه الأقلية الصربية لمدة 4 سنوات. عام 1998، أمة نسيغا الهندية في كندا من السكان الأصليين توقع بالأحرف الأولى على معاهدة لاستعادة أراض فقدتها للأوروبيين قبل نحو 2 قرن من الزمن. عام 2003، انتحار تشونج مونج هون الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي وابن مؤسسها الذي يواجه المحاكمة بشأن تحويل سري ل 500 مليون دولار إلى الشمال قبل القمة التاريخية عام 2000 بين كوريا الشمالية والجنوبية. أخيراً، عام 2007، السيارة التي تعمل ببطارية الخلايا الجافة AA تسجل رقماً قياسياً جديداً في السرعة.